رياض العبدان ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله المديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم أرحب بضيفي الناشط السياسي من العراق العبدان، حياك الله والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يحييك. أتمنى ما تعبت بهالرحلة. شكرا لوجودك معنا. الحقيقة الكل يريد أن يعرف بالضبط تحديدا وأنت ابن العراق، ما الذي حدث في الموصل؟ حدثنا عن الحراك السني الموجود في شمال العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بس حتى أفهم السؤال، تبي موضوع الموصل أم ما حصل في المناطق السنية المنتفضة؟ أعطني ثنتين. خلينا نبدأ. لكن هو الأهم هو قضية، يعني الناس تتساءل عن قضية الانهيار اللي صار للجيش العراقي في 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 الموصل، وتغير من يحكم الموصل، هذه هي الأهم بالنسبة. صحيح للناس. صحيح. لكن قبل هذا الموضوع كان هناك حراك شعبي. نعم. استمر لمدة أكثر من عام. أيوة. في هذه المناطق اللي هي مناطق الأنبار. أيوة. الموصل، صلاح الدين، وديالة، وقسم من بغداد. هذه المناطق لمدة سنة كاملة، عام كامل، كان هناك حراك شعبي سلمي في هذه المناطق. ورفعوا لافتات سلمية، ورفعوا مطالب سلمية، وطالبوا بحقوق بسيطة جدا. وش الحقوق اللي كانوا يطالبون فيها؟ عدم التهميش. ايه؟ أن يكون هناك قضاء عادل، إطلاق سراح الأبرياء. تصور أنه سراح الأبرياء هناك في سجون العراق، يعني خليه يسمع العالم، هناك في سجون العراق الآن أشخاص لفقت عليهم تهم وهم الآن مسجونين محكومين إلى آخره، لكن هناك أشخاص يعني حتى القاضي أفرج عنه براءة لكن لا يطلق سراحه. ليش؟ خلاص، هذا نظام السجون موجود في العراق، نظام انتقامي، يريد أن ينتقم من هذا الشخص لأنه ابن المنطقة هذه، لأنه ابن هذه الطائفة. فنظام من الذي يحكم السجون أو من الذي يسيطر على السجون ويضع أجندتها بهذا الشكل؟ هي إدارة السجون ووزارة العدل كلها مشتركة في هذا الأمر. ولو تأتي اليوم على التركيبة هذه إرادة المالكي، يعني إرادة نور المالكي، إرادة نور المالكي التابعة إلى حزب الدعوة التابع إلى أوامر إيرانية. بالأخير هذه المشروع الإيراني في العراق هو إبعاد كل أبناء العراق الحقيقيين من الوطن وسيطرة عملاء إيران. فبدأوا مع السنة طبعاً. أنا حكمل لك عاجلك مشروع إيران، لكن كمل لي. كانوا هم يطالبون بعدم التهميش، كانوا يطالبون بإخراج المساجين، إيش كمان كانت مطالباتهم؟ يعني مثلاً ما حصل في العراق لا يمكن وصفه بسهولة. يعني لما نتكلم عن أنه 5000 امرأة مسجونة في العراق، يتم اغتصاب 3700 امرأة منهم، وقسم منهم أنجبت داخل السجن، اغتصاب داخل السجون ووثقت من قبل منظمات حقوقية عالمية. يعني الآن 5000 امرأة عراقية ولا امرأة 5000 سنية؟ سنية، في مناطق سنية نتكلم. ايه، ومنهم 3700 مورس عليها الاغتصاب، اغتصبت. أيوة. وقسم منهم أنجبت داخل السجن وهي في السجن، ومثل ما قلت لك وثقت هذه أمام. من اللي وثقها؟ وين التقارير هذه؟ موجودة الآن، موجودة. هذا مين اللي أبرز أصلاً هذا الأمر لم يعد مخفي. حتى بعض النواب الكتلة مثلاً الصدرية أو كتلة المجلس الأعلى ذهبوا وزارة السجون واطلعوا واعترفوا بهذا الأمر، لكنهم قالوا بأن قوات المالك هي من تقوم بهذا الأمر وليس نحن الشيعة من نقوم بهذا الأمر، إنما هي فقط قوات المالك من تقوم في هذا الأمر. إذن يعني لا مجال للإنكار في هذا الأمر. لما تأتي إلى المرأة، يعني تصور، خليني بس أعطيك المشهد، أنه أمرأة عفيفة شريفة، بنت أصل، بنت قبيلة، بنت عشيرة، أيا كانت، يعني تخجل حتى من الخروج إلى الشارع، تعتقل هذه المرأة وتوضع في السجن. مجرد وضعها في السجن سيجعلها تعيش في حالة رعب، فما بالك أنه يأتيها شخص ويغتصبها في السجن. لك أن تتخيل حالة هذه المرأة وهي تعيش في هذه الحياة المأساة، ولك أن تتخيل يعني ردة فعل أبوها وأخوها وزوجها وقاربها وعشيرتها، ماذا سيكون الانتقام. وهذه حالات تكررت بشكل كبير جدا في هذه المناطق، ومع هذا خرج أبناء هذه المناطق في سلمية. في, 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 في لافتات سلمية وشعارات سلمية وأماكن تواجد، وكانت القوات الحكومية تحيط بهم في كل مكان. حتى هذه السلمية لم يوافق عليها المالكي ولم يرضى لها المالكي ولم يلبي مطالبها، بالعكس قام باستهدافهم وقام بضربهم وسماهم فقاعة، ويجب أن نخرسهم ويجب أن نضربهم ويجب أن نعتقلهم، وعمل فيهم ما عمل. فكان لابد أن ينتفض هذا الشعب، وكان لابد أن يحمل السلاح. فبدأت في الفلوجة والرمادي، حملوا السلاح،
خاصة أنه بعد ما تم اعتقال حتى رموز السنية التي هي مع المالكي للعلم، يعني تعمل مع المالكي منذ سنوات وخدمت نظام المالكي، تم اعتقالها. ليش؟ لأنه خلاص انتهى موضوع، لا يريد المالكي شخصية إقصائية، لا يريد لأحد أن يبقى معه في العراق، وهو يتبع مشروع إيران. على كل حال انتفضت الفلوجة وانتفضت الرمادي وباقي المناطق كانت تترقب، كان المالكي يعتقد أنه في لحظات من الممكن أن يسيطر على الفلوجة. هذه الفلوجة التي عجز الأمريكان عنها بعدتهم وعتادهم وطائراتهم وإمكانياتهم الضخمة، عجز الأمريكان عن دخول الفلوجة. يعتقد المالكي أنه يستطيع دخول الفلوجة، وهذا قمة الغباء. لا يوجد طبعا، لا يعني المالكي اليوم بالتصنيف هو القائد العام للقوات المسلحة. تصور قائد عام القوات المسلحة يأمر فريق ركن ويأمر لواء ركن ويأمر هيئة الأركان ويأمر رئاسة الأركان، هؤلاء الذين المفروض أنهم قادة وتدربوا لسنوات طويلة، يأتي شخص عاش في الشوارع وعاش يبيع ملابس في الشوارع يصير قائد عام القوات المسلحة ويأمر الجيش باحتلال الفلوجة، أو يعني كما يسميه هو تحرير الفلوجة. قمة الغباء. ما هو دعا الناس إلى السنة إلى انخراط في القوات المسلحة وأن يكونوا جزء؟ هو وجه دعوات من هالقبيل، وجه دعوات من هذا القبيل لمن يسانده ويدعمه ويدعم مشروعه. وحتى هؤلاء يعني حتى ردا على سؤالك هذا، حتى الصحوات الذين قاتلوا القاعدة في فترة من فترات والذين عجز الأمريكان وعجزت قوات المالكي عن مقاتلة القاعدة في ذلك الوقت، الصحوات هم من قاتل القاعدة وهم من أخرج القاعدة وهم من بسط الأمن في ذلك الوقت في مناطق الأنبار والمناطق الأخرى. حتى هؤلاء الذين قاتلوا القاعدة وقدموا خدمة كبيرة للمالكي وللأمريكان، حتى هؤلاء تم اعتقالهم وتم تصفيتهم وتم البطش بهم. هذا الشخص إقصائي بشكل كامل. يعني لم يحافظ المالكي على علاقته مع العشائر إطلاقاً. أحمد أبو ريشة وعبد طبعاً أخو عبد الستار أبو ريشة، عبد الستار أبو ريشة الذين رفعوا راية الصحوات، أحمد أبو ريشة حتى في الحراك السلمي كان يعني يصعد على المنصات وكان يطالب بإسقاط المالكي وكان لديه مطالب، وحتى أن المالكي أصدر بحقهم مذكرة إلقاء قبض. يعني هذا الشخص الذي كان له السبب الأكبر في بسط الأمن في هذه المناطق ومحاربة القاعدة، المالكي أصدر أمر بإلقاء القبض عليه. ولكن بعد أن حصلت هذه الأحداث يعني هناك أشخاص انتهازيين مثل أحمد أبو ريشة هذا، فأحمد أبو ريشة ارتمى بأحضان المالكي، المالكي ألغى مصدرة القبض عليه وأصبح اليوم صديق مع المالكي. طيب خلينا أدخل إلى الحدث الثاني اللي هو قضية ماذا حدث في الموصل، وكيف أنه في ليلة واحدة اختلفت الأمور وفي يوم واحد اختلفت الأمور وسقطت كل هذه المساحة الشاسعة في يد المسلحين، سواء قلنا منهم من داعش أو غير داعش. كيف يعني أين قوات المالكي في هذه اللحظة؟ أولا، من هي قوات المالكي التي كانت موجودة في الموصل؟ أبناء الموصل يعني إذا ما أريد أبالغ أقول أنه 98% منهم مسلمين سنة من القوات. لا السكان، سكان الموصل يعني الأغلبية الساحقة هم السنة. طيب كان المالكي يرسل لهم جيش من أبناء الجنوب وجيش أغلبه كان من ميليشيات ومن أحزاب شيعية. طيب ما مو مهم يعني خلي يرسل، لكن هذا يعني الجيش هذا لما كان يفرض نقاط تفتيش وكان يعمل عمليات مداهمة كانت الشعارات الطائفية ترافق هذا الجيش. فكان مثلا أعطيك مثال، أنه شخص مثلا في سيارته مر على نقطة تفتيش، طبعا هذه نقطة التفتيش لجنود شيعة موجودين في جنوب العراق أو في الموصل، إذا وجد عنده لحية قال له أنت وهابي، أنت سني، أنت محمد عبد الوهاب، ويبدأ بالتخديش بهذا الشخص. عندما يذهبون مداهمات اليوم ذاهبين إلى النواصب، اليوم سنعمل ما نعمل، ويرفعون الرايات الحسين ورايات السواري. يعني تقصد أنه الجيش الذي موجود في الموصل هو يرفع السلاح الطائفية وليس هي الوطنية العربية؟ رفع الشعار الطائفي بشكل كبير جدا. وأبناء الموصل للعلم، يعني يمكن أحد معلومة هذه ما يعرفها كثير، أنه مدينة الموصل تعتبر مدينة القادة والضباط في عهد يعني السابق. أي في عهد السابق كان القادة والضباط هم من أبناء الموصل. يعني مثل ما اشتهرت الناصرية مثلا في عندنا في جنوب العراق مدينة المليون عريف اللي هم الرتبة عسكرية بسيطة، مدينة الموصل اشتهرت بأنها مدينة الضباط والقادة، فأغلب سكان مدينة الموصل هم من القادة والضباط. قسم طبعا
قسم كبير جدا منهم لم يلتحق بالجيش الجديد، وقسم منهم تم اعتقاله وقسم كان خارج البلد. هؤلاء كان لهم دور كبير جدا بإنضاج الثورة وتدريب الناس على الانتفاضة. طبعا هناك معادلات سياسية، هناك أمور حدثت كبيرة جدا جعلت الانهيار سريع لقوات المالكي. حتى أقول لك بعد أكثر أنه العسكري الذي يتطوع في قوات المالكي حاليا يأتي يستلم الراتب ويمشي، يعني يضع تليفون وسماعة ويسمع أغاني وما مهتم بالموضوع إلا إذا طلب منه واجب يقوم بتأدية واجبه، يعني لم يأتي من أجل حفاظ على الوطن أو حفاظ على المدينة أو حفاظ الأمن نهائيا. فلما قام القادة الكبار، يعني لا نريد أن نقول صفقة مع الأكراد أو غيرها أو أيا كان، قام القادة الكبار بالهروب إلى المنطقة الكردية تلقائيا، الجيش يعني وجد نفسه بلا قيادة وانسحب وذهب، فسهل للآخرين. لكن هذه الظاهرة يعني هي مش أول مرة تصير، يعني في 2003 احنا شفنا أنه الجيش العراقي فجأة اختفى من بغداد وأيام دخول القوات الأمريكية. هذه المرة الثانية اللي نشوف أنه الجيش العراقي يختفي فجأة، يعني ما هو الرابط؟ هل هذا صارت يعني ثقافة للجيش العراقي، مع أنه الجنود العراقيين معروفين بقضية البسالة وإلى آخره، كيف يمكن يحدث هذا في جيش مثل الجيش العراقي؟ لا، إحنا إذا نتكلم عن قضية 2003 تختلف عن قضية اليوم. قضية 2003 كان هناك جيش احترافي مدرب، وكان جيش مهني وجيش يعني وطني حقيقي يعني من جميع الطوائف. لكن أنا أتكلم عن قضية الاختفاء والجامعة. عملية الانهيار، أنت تتكلم في وقت كان في عام 2003 كانت هناك حرب كبيرة جدا على العراق، وكانت هناك قوات أمريكية وقوات تحالف كلها دخلت لاحتلال البلد في عام 2003، وقطعت الاتصالات وضربت الجسور، ويعني لم يكن نظام يتفلقى. هي قضية أنه القيادات تختفي فجأة عن الساحة، هذا الشيء الذي شفناه في 2003 وشفناه في 2014. على كل حال لذلك الآن هناك تشبيه كبير جدا بأن ما حصل في 2003 يحصل الآن في الموصل وفي العراق. وعندما سقط النظام في 2003 فبالتأكيد اليوم يجب أن يسقط النظام في 2014. طيب خليني أدخل إلى المعادلة الصعبة اللي الجميع يريد أن يتساءل عنها ويفهمها، اللي هي قضية الدولة الإسلامية. الناس كلها تتحدث على أنه داعش هي من دخلت إلى العراق، داعش هي رأس الحربة إن لم تكن هي المسيطرة على المشهد، داعش هي كلمة السر في الموصل، داعش هي من فعلت كل هذا. والدليل على أنه نجد أنه زعيمها يخطب في أكبر جوامع الموصل. أولاً داعش أو الدولة الإسلامية أو القاعدة أو أي اسم من هذه الأسماء المفروض أنها انتهت في عام 2007 بعد إنشاء الصحوات، والأمريكان سلموا المالكي بلد كامل لا قاعدة فيه، وبسطوا الأمن وقواته وجيشه كانت منتشرة في كل أنحاء العراق من القائم إلى راوة إلى الموصل إلى كل مناطق، وانتهى الموضوع. المفروض أنه سلم بلد ليس فيه قاعدة أو متطرفين أو أيا كان. من الذي أعاد القاعدة الآن من جديد؟ أولاً ما تسمى داعش أو ما تسمى الدولة الإسلامية، هذا الكم الهائل من العدة والعتاد والهالة الإعلامية الكبيرة الذي يصورون نفسهم بها، يا أخي هذا لا يمكن أن يعقله عاقل. لأنه حتى محافظ الأنبار، طبعاً المالكي اتهم ساحات التظاهر بأنها فيها إرهابيين وفيها أسلحة، محافظ الأنبار الذي هو مع المالكي قال بأنه يوجد 30 شخص من القاعدة موجود في ساحات التظاهر، وساحات التظاهر تضم ملايين فيها 30 شخص، وقام المالكي برفع الخيام في ذلك الوقت ومن بعدها انطلق الثورة. أنا أسألك عن داعش وتجاوبني عن المالكي، أنا خليني في داعش الآن. أنا الآن هذا الدولة الإسلامية أو داعش سميها ما أردت، أنه هذول هم اللي فعلا هم اللي يعني ماسكين السلاح وهم من يقود المعركة هناك، ولا هي العشائر، ولا هي حزب البعث؟ من الذي احنا نشوف في الإعلام وفي الصحافة وحتى في الصحافة الأجنبية نحن نشوف أنه كل الكلام يدور حول داعش. الصحافة والإعلام وكل هذه المؤسسات الإعلامية تقدم خدمة مجانية إلى داعش، يعني لا تحلم بها داعش في هذا الأمر. لا ننكر وجود داعش، لا أحد ينكر وجود داعش اليوم في العراق. أنا أتكلم ليست الذي أسقط الموصل، لا داعش ولا لا؟ أطلاقاً الموصل سقطت لأن الجيش انسحب ولم يعد هناك
وجود لعسكري، فجاءت فكل من حمل السلاح في كل من منطقته وسيطر على المنطقة التي هو فيها. لكن لأنه داعش لديها يعني هالة إعلامية كبيرة جدا، ولأنها شماعة يعلق عليها وهي تفتخر بذلك يعني وتروج لنفسها لذلك، حملت الرايه بانها هي من قامت بتحرير الموصل. ولو اليوم يعني حقيقة هي شاركت، ولا المفهوم اللي تتحدث فيه شاركت في بسط نفسها شاركت في الشارع، لكن لم تكن هي المتفرد في الساحه. مستحيل تكون هي متفرد في الساحه، هناك ضباط سابقين، هناك حزب البعث، هناك نقشبنديه، هناك ثوار العشائر، هناك جيش المجاهدين، هناك جهات كثيره جدا تعمل في الساحه. في تنسيق بين هالجهات؟ كلهم توحدوا؟ يعني هل نستطيع نقول انه داعش والنقشبندية وحزب البعث وجيش المجاهدين كل هذول اجتمعوا مع بعض في خطة موحدة ضد القوات الحكومية؟ أخ عبد الله، بس خليني أعطيك مدينة الموصل أو محافظة نينوى كبيرة جدا، إذا نقيسها يمكن أكبر من 4 دول خليجية. لا يمكن لجهة واحدة مهما كانت تحمل من عدة أو اعتاد أو سلاح أن تسيطر على كل هذه المحافظة. فكل قرية، كل مدينة صغيرة تسيطر عليها جهة معينة، مثلا هذه القرية أو هذه المدينة يسيطر عليها الجيش الفلاني، أو هذه القرية يسيطر عليها العشائر الفلانية، عشيرة فلانية من ضمن العشائر، هذه يسيطر عليها الكرابلة، هذه يسيطر عليها الجفور، هذه يسيطر عليها جهات معينة، في مناطق أخرى تسيطر عليها داعش، مناطق أخرى يسيطر عليها النقشبندية، مناطق أخرى يسيطر عليها البعثية، فمقسمة كل من مسيطر على جهة معينة، لا يتعدون على بعضهم الآن حاليا، لا يتعدون على بعضهم، وكل يحاول أن يوفر الأمن لمنطقته فقط. لكن لا يوجد تنسيق بمستوى عالي، يعني مثل ما أتوقع أنه مستوى عالي لا لا، هذا الأمر لا يوجد لحد الآن، لأنه أصلا المرحلة في الموصل الآن مرحلة يعني ضبابية غير معروفة، المالك يحاول استرجاعها بأي طريقة، بالطائرات، بالقصف، بأي شيء ثاني. توحدوا جميعا كل هذه الجهات رغم أنها يعني توجهات مختلفة، العشائر تختلف عن التوجه الديني مثلا، التوجه الديني يختلف عن التوجه البعثي، النقشبندي غير، اختلفت توجهات، يعني هم مختلفوا لكن متفقوا في متفقون على مواجهة النظام الموجود في العراق. طيب الموقف الشعبي من داعش، يعني أبناء المحافظة، أنا ما أتكلم بس عن مدينة موصل، نينوى كلها يعني، أو خليني أقول هذا المثلث السني كله، أنت شايف أنه إيش موقف الشعبي من داعش؟ أولا الشعب، هل تشكل حاضنة شعبية قوية؟ أولا بعد أن ضاق الشعب الويلات من نظام المالكي في الموصل وفي المناطق السنية، كان يتمنى أي جهة تأتي وتنقذه من هذا النظام، لأنه لا يمكن أن يقبل شخص بانتهاك عرضه وشخصه واعتقال أولاده وممارسات يعني لا يمكن وصفها، وما راح نخلص إذا نتكلم عنها، ما راح نخلص يعني، حالات الابتزاز، حالات الاعتقال، حالات الأتاوة، حالات الهدم، حالات التهجير، حالات القتل كبيرة جدا. فكان المواطن في هذه المناطق يتمنى أي جهة تخلصه. بعض الناس تعاطفوا مع داعش عندما سمعوا أن داعش هي من قامت في هذا الأمر، خاصة بعد أن انتشوا بالحرية، بعد أن تخلصوا من قوات مالكي وأصبح الشخص يذهب إلى الصلاة بشكل طبيعي وأصبح الشخص يتكلم بحرية، انتعش بهذا الأمر. ولكنهم بالتأكيد أبناء الموصل وأبناء الرمادي لديهم تجربة مع القاعدة ومروا بفترة القاعدة ولا يريدون هذه التجربة، يعني أنت تقول أنهم يعيشون نشوة مؤقتة بسبب رحيل المالكي وليس بسبب الولاء لداعش؟ لا وجود لا ولاء لداعش، لا ولاء، لا ولاء لداعش يا أخي، لا ولاء لداعش بما يعني حتى الشيطان له ولاء في 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 مناطق في العالم، هناك عبدة شيطان اليوم في مناطق معينة، هل معنى هذا؟ لا، أنا أتكلم عن في الجمهور السني في العراق، إيش تقول أنت؟ تقول لا ولاء؟ أنت تتكلم عن الغالبية، الغالبية العظمى، الغالبية العظمى لا يمكن أن يكون لها ولاء مع داعش، هي تعاطفت معه فقط لأنه خلصها مثلا. طيب عزة الدوري على إيش الموقع؟ يعني إحنا شفناه طلع ووجه خطاب، إيش ما هو الدور الذي يقوم به عزة الدوري اليوم؟ عزة الدوري اليوم هو يعني أمين عام حزب البعث، رئيس حزب البعث في العراق، وحزب البعث موجود وتنظيم قديم موجود في العراق وله شعبية وله أنصار من الشمال إلى الجنوب، وحافظ حزب البعث على بعض يعني رموزه وقياداته واتصالاته السرية رغم أنه يعني صدرت قرارات بحظر هذا الحزب وملاحقة أعضاء وغيره. فعزة الدوري يمثل رمز للبعثيين الموجودين في العراق، وهؤلاء البعثيين حكموا العراق لفترة طويلة ولديهم جمهور، وقسم من جمهورهم لا زال يتمسك بقيادتهم وبأفكارهم، لكن يلعب دور حقيقي على الأرض اليوم؟ يلعب دور حقيقي بجهتين، واحد الجهة العسكرية من خلال النقشبندية وهم فصيل عسكري ولهم دور كبير في العظيم يعني على طريق الكركوك وفي المور
يذكر أحد. النقشبين دي يعني مجموعة مسلحة رفعت السلاح ولا زالت ترفع السلاح منذ ذلك الوقت. وسياسيا أيضا لأنه لديه مكاتب سياسية ولديه مكاتب فروع في المحافظات السرية تعمل ولديهم تنسيق سياسي في أمور كثيرة جدا. فيلعب دور بالتأكيد يلعب دور. لا أحد ينكر هذا الشيء. هل نتوقع أنه كما قال أحدهم أنه يعني أن يتأسس الجيش العراقي الحر؟ الجيش العراقي الحر إذا تأسس يعني يتأسس من من داعش أم من البعثيين أم إذا لم يكن هناك اتفاق ما بين فصائل المقاومة اليوم أو الثوار العراقيين على هذا الأمر فأنا أعتقد أنه سيكون هناك اقتتال في داخل الثوار أنفسهم. وهذا السؤال اللي إحنا يعني إحنا نقول أحداث الموصل هل هذه تندر بحرب طويلة المدى على العراق؟ العراق لم يتوقف فيه الحرب منذ سنوات يعني منذ عام 1990 والعراق يعني دخل في حرب وبعدها دخل في حصار ثم دخل في حرب في عام 2003 ثم اقتتال طائفي محلي استمر من 2003 إلى اليوم هذا. فالقتال مستمر في العراق ولن يتوقف لأن هناك مشروع أن يتدمر العراق. طيب هذا المشروع الآن إحنا أمام مشروعين يعني أيهم أخطر على العراق، المشروع الإيراني ولا المشروع البغدادي؟ كل المشروعين خطر وأنا يعني شخصيا أعتقد أن كل المشروعين يصبان من طرف واحد. كيف من طرف واحد؟ يعني المشروع الإيراني معروف. معروف. طيب طبعا للعلم خليني أعطيك معلومة. إيران كان بإمكانها أن تحتل العراق وتجعل من العراق بلد نموذجي وتجعل من العراق بلد مزدهر وتجعل العراقيين يفخرون بإيران وتجعل حتى السنة يفخرون بإيران لأن إمكانيات العراق كبيرة جدا. لكن إيران لديها حقد كبير جدا على العراق. العراق حارب إيران لمدة 8 سنوات والخميني عندما أطلق مشروع تصدير الثورة لم يتوقف هذا المشروع ولم يؤد هذا المشروع إلا في خلال فترة الحرب 8 سنوات. فإيران لم تأتي إلى العراق من أجل يعني أن تضمها يعني حتى لو كانت إيران لديها أطماع بضم هذا البلد إلى إيران لم تستغله بشكل كامل لأنه رغبتها الانتقامية وحقدها على هذا البلد جعلت هذا بس البلد. قبل كم يوم كان عندي ضيف الشيخ عبد العزيز الفوزان وقال رؤية أنه داعش هي صناعة استخباراتية إيرانية، تتفق مع الطرح؟ ما أنا قاعد أقول لك أنهم يصبون في هدف واحد. أنا ما عندي دليل أنه داعش لديه صناعة إيرانية أو غير إيرانية لكن تصب في المشروع الإيراني، تصب في المشروع الإيراني وتحسن يعني اليوم نحن بذلنا مجهود كبير جدا حتى نقنع العالم بأن الثورة في العراق ثورة عشائرية وثورة شعبية وثورة وطنية وثورة مظلومين وثورة تريد التحرر من العبودية. يا أخي بذلنا مجهود كبير في هذا الأمر، تجينا داعش ترفع لنا شعارات تعيدنا إلى نقطة الصفر وبعد أن يعني تقدمنا خطوات يعني أنت داعش تدخلها يضر بالحاضر العراقي أو بالمستقبل العراقي؟ الثورة السورية لم كان بإمكان الثورة السورية أن تنتصر منذ سنوات لولا تدخل داعش. والثورة العراقية اليوم بإمكانها أن تخطو خطوات كبيرة جدا وكان الثوار على أطراف بغداد منذ أيام الفلوجة ليس منذ أيام الموصل. يعني بس قد يقولون داعش أنتم تتنكرون لنا الآن، أنتم الفتايرين لكم فترة ولا سويتوا شيء، إحنا مجرد دخلنا أخذنا الموصل بسرعة. ما أخذ الموصل يا أخي، ما قاتل داعش، ما قاتل بالموصل. من اللي قاتل الآن في القاعدة سبايكر ومن اللي قاتل في تكريت ومن ثوار اللي قاتل ثوار وليس داعش فقط، داعش قسم صغير من الثوار. طيب أنا بواصل يعني لما نعطي هذه الهالة الكاملة ونعطي دعاية مجانية أولا نغبن حق الآخرين الذين يحملون السلاح وثانيا يعني نوجه صورة كاملة للعالم بأن الثوار فقط داعش وهذا ظلم للثورة العراقية. طيب أستاذنك بفاصل قصير ثم عفت فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي عوض العبدان. أريد أن أسألك عن موضوع الأمريكان، يعني القضية الأمريكية ما نحس أنها يعني هل هم غير مبالين بما فيه الكفاية بما يحدث في العراق ولا هم لا السيناريو الموجود هو ماشي ضمن الأجندة الأمريكية والإرادة الأمريكية؟ لا هم الأمريكان يعني بعد ما سحبوا قواتهم وصارت المعاهدة وسحبوا جيشهم
أصبح تدخلهم في العراق بجهة المصالح الاقتصادية، وهم هذه المصالح يعني لم تتوقف، سواء نفط أو غيره لم يتوقف. المصالح السياسية أنه الحكومة يجب أن يكون لديها ارتباط مع الولايات المتحدة، أي حكومة تأتي في العراق يجب أن يكون لديها ارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية. فحكومة المالكي كانت مرتبطة مع أمريكا، ولكن أيضا لديها ارتباط آخر مع إيران، والأمريكان رضخوا لهذا الأمر وأصبحوا يتشاورون مع إيران في تشكيل أي حكومة عراقية. الأمريكان يرون الآن هم أمام تجربة مريرة مروا بها. هم كانوا موجودين في الموصل، وكانوا موجودين في الأنبار، وكانوا موجودين في هذه المناطق المنتفضة، وذاقوا مرارة الثوار في ذلك الوقت. وبحساباتهم أنه لا المالكي ولا غير المالكي يستطيع أن يوقف هذه الثورة. يعني حتى الخبراء الأمريكان اللي جو اليوم أرسل يمكن 200 خبير عسكري إلى بغداد، يعني حتى رئيس الأركان الأمريكي قال بالخط العريض، يعني قال أنه لا يمكن لقوات المالكي أن تستعيد هذه المناطق، بل الخطر أنه الثوار ممكن يتقدمون إلى بغداد. ممكن تتوقع يدخلون بغداد؟ دخول بغداد؟ لأنه يعني إحنا نشوفها بسرعة تقدم صار، بعدين وقفت الأمور ما كملت. أنت تتكلم عن بغداد، يعني دخول بغداد معناها سقوط النظام بشكل كامل. فإذا النظام يضع كل إمكانياته وكل قواته وكل ما أوتي من قوة في هذا المكان، يعتبر الحصن الأخير، لا، فبالتأكيد يتأخر. لكن أنت اليوم عندما تتكلم عن بغداد، كل أطراف بغداد اليوم هي خارج نطاق سيطرة المالكي. كل حزام بغداد تسمى حزام بغداد، مناطق اليوسفية، مناطق أبو غريب، مناطق المشاهدة، مناطق كثيرة في بغداد يعني تابعة لحدود بغداد، هي خارج نطاق سيطرة المالكي اليوم. طيب والحواجز الترابية اللي قاعد يسوونها في العظيم ولا مناطق ذيك تعتبر ما تعتبر بعيدة شوي عن بغداد؟ القتال في كل في مناطق، يعني في قتال في الموصل، وفي قتال في الأنبار، وفي قتال على، يعني إذا أقول لك أبو غريب تبعد 15 كيلو عن قلب بغداد. إذا أقول لك أنه 15 أبو غريب الآن تحت بيد من؟ في قتال قتال كبير جدا، وأغلب السيطرة للثوار، لكن في جيوب يعني مقاومة موجودة. لكن القصد أنه النار أصبحت قريبة جدا من العاصمة بغداد، والمالكي وضع جهتين أو منطقتين كخط أمامي، يعني خط لا يمكن أن يتجاوزها الثوار. طيب. هو بغداد وسامر. قضية القيادات السنية الحقيقية القوية التي تملك الحل والعقد في العراق وتملك التأثير على الأرض وتملك مفاتيح الحل السياسي، من هي برأيك؟ قيادات سياسية سنية عراقية. أولا الأمريكان لما جاءوا إلى العراق صنعوا قيادات من جميع الطوائف والأديان. جاءوا بالسني الليبرالي والسني الإسلامي والسني الذي لا دين له، وجاءوا بالشيعي متعدد الأطراف، وجاءوا بالكردي متعدد الأطراف، وجاءوا بالمسيحي، وجاءوا بالصابئ، وجاءوا بجميع جهات. وهؤلاء وفروا لهم كل الإمكانيات لأنه يصبحوا قادة، دورات تدريب وإمكانيات مالية وفضائيات ودعاية، إلى أن جعلوهم اليوم هم القيادات الموجودة. لكن عندما تأتي للحقيقة اليوم، ربما القيادات الشيعية نوعا ما متناغمة مع جمهورها الشيعي، لكن القيادات السنية اليوم تغرد خارج سرب جمهورها. لا يمكن لسني اليوم أن يقبل على تصريحات مثل أسامة النجيفي أو طارق الهاشمي أو صالح المطلق أو غير، لا يمكن، لأنه خذلوهم وتركوهم أمام النيران. لا إحنا لما نتحدث عن مثلا زي البرزاني في الأكراد، وأنه واضح الدور والقيادة وجالسة تمشي في المشروع الكردي بوضوح، لما نجي لشخصية زي السيستاني مثلا في عند الشيعة، وأنه شخصية وواضح أنها تضع أجندة عريضة وعليها يعني إجماع أو اهتمام كبير، في السنة مين؟ الشيعة يملكون مشروع ويملكون دولة حاضنة، وهذه الدولة الحاضنة تقدم لهم يعني خدمات كبيرة جدا، وتقدم لهم مشاريع وتدعمهم بشكل كبير جدا. وللعلم لولا هذه الدولة الحاضنة، لولا إيران، لوجدت الاقتتال الشيعي منذ سنوات لم يتوقف. في جنوب العراق هناك خلاف شيعي كبير جدا، وسنتطرق إلى تفاصيله، لكن لأنه هناك دولة حاضنة وتذيب العقبات فيما بينهم، هناك مثلا قائد شيعي يحاول أن يكون خارج المشروع الشيعي، أيضا تضغط عليه بطرقها من أجل أن يبقى في هذا المشروع. إذن هناك دولة حاضنة وهناك مشروع شيعي موجود في العراق. الأكراد أيضا لديهم مشروع قومي ولديهم قيادات قومية ومرتبطين بإسرائيل وغيرها، وهذا لا ينكره أحد اليوم. طيب والسنة؟ السنة الوحيدين لا حاضنة لهم، لا ولا دولة تحتضنهم. يعني
فلذلك تجد اليوم القيادات السنية حتى المعارضة اليوم السنية يعني البعض يتهمنا بأنه أنتم عملاء لدولة فلانية. يقولون أنكم أنتم عملاء للسعودية، بعضهم يقول لكم عملاء لقطر، أكثر شيء يقولون عملاء للسعودية. أنتم عملاء للسعودية وأنتم عملاء إلى قطر وأنتم عملاء إلى تركيا وأنتم عملاء إلى مصر في ذلك الوقت وإلى ليبيا في زمن القذافي وغيره. هذه الدول العربية للعلم خذلت السنة وخذلت العراق وتركت السنة وتركت العراق يقتل وتركت السنة يقتلون في الشارع. لو كان هناك حاضنة حقيقية للسنة في العراق لا لا لما وصل السنة في العراق إلى هذا المستوى، وللعلم لما وصلت إيران في التمدد إلى هذا المستوى. يعني السنة لا يملكون المشروع ولا يملكون الحاضنة ولا يملكون الدعم الدولي، هذا اللي أكيد أكيد. بس خليني أقول لك شغلة، المشروع الإيراني الذي نادى به الخميني وهو التمدد إلى المنطقة لم يتوقف إلا في العراق، وعندما انهار جدار العراق في عام 2003 تجد أن المشروع الإيراني انتشر في المنطقة. من كان يسمع أن هناك تمدد إيراني في الكويت أو في اليمن أو في لبنان أو في مناطق متعددة بهذه السرعة؟ لم يكن هذا المشروع موجود. لكن عندما انهار السد العراقي وانهارت البوابة الشرقية للأمة، عندما كنا نقول البوابة الشرقية كنا صادقين في هذا الوصف، عندما انهارت هذه البوابة أصبح تمدد إيران بشكل سريع. لذلك نحن نقول أنه يجب إعادة هذا البناء وهذا الجدار ويجب إعادة هذه البوابة يا أخي حتى تأمن الشر، لأنه والله خطر إيران لن يتوقف عند أحد. المشروع الإيراني هل هو مشروع ديني ولا مشروع قومي؟ قومي، قومي بحت. ما هو مشروع ديني؟ أبداً أبداً. إيران المشروع الإيراني اليوم مشروع قومي، لكنه كل مشروع قومي يحتاج إلى شعارات يرفعها. فهو استخدم التشيع حصان طروادة للمشروع القومي؟ شوف استخدم استخدم التشيع للشيعة. أي. أمام الشيعة المشروع الشيعي والشيعة مظلومين ويجب أن يعودوا إلى الحكم ويجب أن يسيطروا إلى آخره. واستخدم المشروع يعني مشروع الشيطان الأكبر الأمريكا ومشروع تحرير القدس للسنة حتى يغري بعض القيادات مثل حماس وغيرها وهالأمور هذه. فإذا كان الجهة اللي أمامها شيعية يرفع معها شعار الشيعي، وإذا كانت سنية يرفع معها شعار تحرير القدس والمعارضة. يعني هو مشروع بوجهة نظرك المشروع قومي لكن يستخدم أكثر من أسلوب. اتضح مع الوقت لأنه مشروع كاذب، لأنه مشروع كاذب. شو اتضح الآن؟ اتضح أولا اتضح أنه إيران لديها علاقات مع إسرائيل. وحتى أعطيك معلومة أنه أول رئيس إيراني في عهد الخميني بني صدر، أول رئيس إيراني حتى بعدين استقال وطلع، قال بأن الخميني أمر هذا الرئيس بأن يستورد الأسلحة من إسرائيل، وقامت إسرائيل بتزويد إيران بالأسلحة في عام 1980 و81، يعني بداية ثورة الخميني. طيب. التي رفع هذا واحد. إيران التي ترفع شعار الشيطان الأكبر ضد أمريكا لحد هذه اللحظة منذ 30 سنة وهم يحكمون لم يطلقوا رصاصة واحدة ضد أمريكا. إيران لم تطلق رصاصة واحدة ضد أمريكا أو ضد إيران، لكنها أطلقت ملايين القنابل والمتفجرات ضد العرب السنة أو في السنة في كل مكان. طيب أنا أريد أن أطلع معك إلى شغلة ثانية إن سمحت لي. إحنا في العادة كل حلقة نجيب خبر ونعلق عليه مع ضيفنا نشوف وجهة نظره فيه. المرة هذه خبرنا محلي ونحبين أنه نعرف وجهة نظرك فيه. خلونا نشوف الخبر. السعودية تحبط هجوما عبر منفذ الوديعة الحدودي. طبعا أعلنت السلطات الأمنية اليوم الجمعة مقتل رجل أمن. طبعا هذا المبنى يعني كان هناك فيه مجموعة من الانتحاريين الذين فجروا بأنفسهم، وكان راح فيها ضحيتها مجموعة من رجال الأمن مؤخرا. أنت كيف تشوف هذا الوضع؟ هل هو امتداد لمشروع داعش في الشمال وهذا مرتبط بهذه؟ أم تحس الموضوع لا أنه ما له علاقة وأنه هذه أشياء قد ليست لها ارتباط بما يحدث في العراق؟ أنا أقول لك أنه اليوم في قناعتي الشخصية أنه اليوم لو سمكتين تتعارك في البحر فإيران وراء هذا العراق. يعني إيران وراء هذا؟ بكل شيء. إذا كنت بس هذه مو فوبيا إيرانية أنت يعني أو عقدة إيرانية أنت قاعد ما لا مو عقدة إيرانية، لدينا تجربة مع إيران ولاحظ يا أخي إيران يعني أنت كل شيء تقول إيران 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 ليس هذا ليس من الإنصاف للعدل. أربط الأحداث مع بعضها وتتبع الأحداث. لا أنا أقصد العداوة اللي أنت تحملها لإيران ما تفقدك الموضوعية في تحليلاتك السياسية؟ لا أبدا أبدا أبدا.
أنا لما أقول هذا الشيء أنا متأكد منه. أنا أقول لك أنه مشروع إيران يريد التدخل في المنطقة وسيستخدم كل الأساليب وكل ما يستطيع من أجل أن يتدخل. إن كان تدخل عن أطراف شيعية سيستخدم شيعة، إن كان تدخل عن أطراف سنية عميلة سيستخدم هؤلاء الأطراف، إن كان من جهات إرهابية أو متطرفة أيضا سيستخدمها. ولا بأس أن ترفع هذه الجهات شعارات دينية. يا أخي إيران، إيران راح أقول لك شيء، اعترفوا فيها الصدريين نفسهم في بغداد، قالوا بأننا ألقينا القبض على جماعات سنية متطرفة تابعة للقاعدة تقتل بالشيعة، واعترف هؤلاء القادة بأنهم مرتبطين بإيران. فذهب قادة الشيعة، ذهبوا إلى إيران، قالوا يا إيران أنتم كيف ترسلين القاعدة لكي يقتلونا وإحنا شيعة؟ قالوا مصلحة الأمن القومي الإيراني فوق كل شيء، فإيران مستعدة أن تحرق الشيعة وأبو الشيعة من أجل مشروعها. فما بالك بالدول العربية السنية مستعدة أن تحرق الجميع من أجل أن تصل إلى أهدافها، وهي تستخدم كل أسلحة. إيران لديها جهاز قوي، ولو لو ما لو جايب لك الخيط اليوم للتوزيع إيران للمهام وفرق ومكاتبها التي تعمل في المنطقة مرعب ومخيف. إيران لديها مشروع توسعي شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وشرق الأوسط ومنطقة الخليج وغرب آسيا وشرق آسيا، كل إيران كل هذه لديها مكاتب تعمل فيها إيران. مش هذه عقدة المؤامرة أنت تتحدث عنها؟ أي مؤامرة؟ يعني المؤامرة الإيرانية اليوم هل هناك أحد ينكر تدخل إيران في سوريا؟ لا، ما تحدث عن أنه هذه ما تنكر ولا حتى في لكن أنه لما أسألك عن حدث في جنوب السعودية تقول وراها إيران؟ أنا أقول لك ابحث ابحث ستجدون إيران. طيب أؤكد هذا الشيء، يعني مش داعش ولا القاعدة، أو أنك أو تقول أنه داعش والقاعدة هي أساسا. ما قاعد أقول لك أنه داعش والقاعدة يصب نفس مشروع إيران. طيب خليني أدخل معك في مقطع أريد أن أعرضه عليك، لأنه هو حدث مهم الحقيقة، وأريد أن أستمع لك عن تفاصيل إذا كنت تعرف تفاصيل نحن لا نعرفها. خلونا نشوف المقطع مع بعض. ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم. شفنا المقطع مع بعض. اولا انه تضاربت الانباء انه هذا هو البغدادي ولا مش هو البغدادي، يعني حكومه بغداد كانها تقول لا ما هو ذا، لكنه في تقارير انا قريتها في نيويورك تايمز وفي واشنطن بوست تقول لا انه هذا فعلا هو البغدادي. البغدادي هذا ولا ما هو البغدادي؟ لا، اولا هو قال اذا كنت على حق فانصروني، واذا كنت على باطل اشوفه هو ولا مو هو الحين، وبعدين نطلع انه ايش قال. والله اخي ما ادري، الصور القديمه كانت لحيته خفيفه جدا ولا تكاد تبين، واليوم ما شاء الله اللحيه كبيره وضاعت علينا. يعني مع العلم البغدادي حكومه المالكي اعلنت اعتقاله اكثر من مره، وحتى التصريح الاخير لحكومه المالكي قالت انه هذا ليس البغدادي وهو معتقل لدينا. يعني تضاربت الأنباء. وانت ايش رايك؟ يعني انت الان هل الصور القديمه اول شيء انت تعرفه من قبل، هذه الصور القديمه اللي تنشر هي له ولا ما يبلوه؟ هذا هو ولا مش هو؟ هو البغدادي ما كان ظاهر على الساحه حتى نعرفه. يعني الشخص ما كان مثلا مش معروف في العراق، مش معروف، يعني معروف كاسم. لا انتم يعني قديما يعني من قبل، من ايام 2004، من ايام الزرقاوي الى 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 ان ظهر 2014، في خلال 10 سنوات هذه ما تعرفون انتم في العراق؟ كنا نسمع بالبغدادي ونسمع انه زعيم القاعده في ذلك الوقت، ونسمع انه في يوم فلان يعني اعلنت في وقتها مقتله، وثم اعلنت يعني تضاربت بانه اعتقاله وغيره وغيره، لكن لم نرى هذا الشخص بالعين ابدا. اول ظهور له هي هذه الفتره. لكن انا بس احب اعلق على كلامه. علق على كلامه. يعني الرجل قال اذا كنت ما حفظت كلمته، يعني اذا كنت على حق فاعينوني، واذا كنت على يعني خطا فانصحوني. يا اخي اليوم ننصحك. يلا شو انت تريد ان توجه كلمه للبغدادي؟ اي والله توجه. وش تبي تقول؟ انا اقول للبغدادي يعني اذا كان هدفك نبيل، واذا كان هدفك صالح، واذا كان هدفك فعلا مصلحة الأمة، فأنا أتمنى أنه تبعد هالفترة، خلي الثوار يقومون بالواجب، خلي الثوار يعيدون سيطرة على العراق، لأن وجودك مجرد وجود البغدادي ومجرد وجود داعش هو ضربة للثورة، لأنه سيجعل العالم كله يقف ضد الثورة. فأنت ليش تجيب العالم توقف ضد الثورة؟ خليك خارج اللعبة. هو عنده مشروع، هو يقول لك أنه يريد أن يقيم دولة إسلامية، يعني أول كان يعني مسميها في العراق والشام، واليوم قال دولة إسلامية، وواضح أنه وأزال الحدود بين العراق وبين منطقة بين العراق وسوريا، وقال أنه أنا زالت حدود سايكس بيكو، وما في شيء اسمه وطنية، وسقطنا صنم الوطنية، وإحنا
نريد أن نقيم الدولة الإسلامية. يعني هو لا يتفق معك في المشروع الوطني أنه دولة عراقية على تراب العراق، لا هو يقول لك لا أنا بدخل العراق سوريا. خلينا نحرر العراق بالأول وبعدين نروح حرر سوريا ودمجها وسوي دولة إسلامية شلون، بس خلينا نحرر البلد أول. أنت ليش اليوم إحنا يعني الثوار وصلوا إلى مشارف بغداد وكان يعني هناك خطة معدة لدخول بغداد، ولكن إعلان في وقتها إعلان الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وما أعرف شو اسمها جعل الناس تتوجس خايفة، يعني الثوار يخاف أنه يدخل بغداد وينكشف ظهره يطعنوه بالخلف، والله أغلب الثوار خايفين من داعش. طيب أنت الآن هل يجب على القيادات السنية أو الثوار في العراق أنه يتحالفوا مع داعش ولا لا يجب أن تبدأ الحرب معهم من الآن؟ لا أنا نحن لا نريد قتال سني في العراق، لكن داعش وجودها اليوم خطر على الثورة. أغلب الثوار يريدون أن يلتحقوا إلى مناطق أخرى، يريدون أن يذهبوا إلى مناطق أخرى، لكن لا يريدون أن يتركوا مناطقهم تحت سيطرة داعش. يعني شوف أنت خلينا أوضح لك الفكرة، مدينة معينة فيها خليط من القيادات أو المجاميع المسلحة، هذه المجاميع أحكمت سيطرتها على هذه المدينة، بإمكان هذه المجاميع أن تذهب إلى مدينة أخرى لتحررها. لو ذهبت هذه المجاميع وتركت داعش وحدها لن يسمحوا لهم بالعودة وربما سيسيطروا على هذه المدينة بشكل كامل. هناك خوف من داعش. تستطيع أن تقول أنه البغدادي هو الوريث الحقيقي لأسامة بن لادن؟ يعني إذا أنا حسب معلوماتي اللي أعرفها أنه أيضا الظواهري على خلاف مع البغدادي أو مع داعش، ولذلك أنا أقول لك بهذا الطهور أنه هل هو الوريث أنه يعني خلاص أنه قيادة القاعدة بكل العالم سوف تتوجه إلى البغدادي بعد أن كانت مع بن لادن، وبالتالي سؤالي هو أنه الظواهري خلاص خرج من اللعبة والبغدادي هو من يجلس وحيدا؟ رأيي الشخصي أنه داعش في أضعف حالاتها اليوم. داعش في أضعف حالاتها؟ نعم داعش في أضعف حالاتها اليوم. داعش كل هالهالة الإعلامية بالون كبير جدا. داعش بالون كبير؟ والله داعش بالون كبير جدا، لأنه شوف لدينا تجربة يا أخي، لدينا تجربة في لما هب الثوار والمجاهدين ومقاتلة الأمريكان في ذلك الوقت لم يكن هناك قاعدة ولم يكن هناك مجاميع، كانت مجاميع شبابية وكانت مجاميع عشائرية وكانت تقاتل الأمريكان وكبدت الأمريكان خسائر كبيرة جدا جدا. جاءت القاعدة وفرضت الوصاية وفرضت معرفات خلت وجعلت المجاميع المسلحة يعني تنحل وتنتهي. ما دامك تقول فرضت وفرضت وفرضت معناته ليست بالون، هذه حقيقة على الأرض يا أخي. هم مجاميع لكنهم يعملون بالانتقال من منطقة إلى منطقة ويجبرون الآخرين على الالتحاق بهم والبيعة والبيعة. يعني اليوم مثلا البغدادي يطالب الجميع بالبيعة، طيب أنا ما أعرفك يا البغدادي، لازم أعرفك أنت من وين شنو ايش عندك حتى. ولو عرفته ممكن تبيعه يعني خلينا أعرف مشروعك، يمكن احنا غلط وانت صح. يعني أنت اليوم تجيني شخص غامض من الأرض تقولي تعال بايعني ولا أقيم الحد عليك، أنت تقول انصحوني إذا أخطأت وإذا انتقدناك بالتويتر بكلمة واحدة قبيت عليك. لكن أنت مشروع داعش واضح بالنسبة لك؟ سيبك من شخص صوفي. أنا بالنسبة لي واضح مشروع داعش طبعا. طيب هو يقول لك تعال للمشروع اترك الشخص. انا ضد المشروع. انت ضد المشروع طبعا، وبالتالي لن تبايع. طبعا اكيد لانه انا اعلم. انا شوف امر واقع اليوم، هناك دول موجوده في المنطقه، نحن نحلم بالوحده العربيه، نحلم بالوحده الاسلاميه، نتمنى هذا الشيء، لكن لا نتمنى هذا الشيء بقوه السلاح والقتل. طيب ما كانت صدام حسين راح احتل الكويت، هذا هم وحده كان المفروض ان نصفق لها ونقف معها، لكننا وقفنا ضد هذا الشيء لأننا إذا كنا نريد وحدة عربية أو إسلامية أو أيا كانت بين أي دولة يكون بالتفاهم بالسلاح. يكون بالاتفاق بين هالدولتين، ما أنا أجيك بالسلاح وأفرض عليك القوة والبيعة. هذا ما وحدة، هذا احتلال أيا كان. لذلك مشروع داعش اليوم حتى الوطن حتى العراق، يعني أنا أقول لك إذا كان هناك مشروع تقسيم في البلد في العراق أو في سوريا سيكون داعش له النصيب الأكبر في هذا الموضوع. طيب أنا أريد أن أستكمل معك الحوار لكن بعد تستأذن لي بعد فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ عواض العبدان. أريد أن أستعرض معك صورة أخرى أذنت لي، خلونا نشوف الصورة مع بعض. صراحة أنا الصورة هذه أنا غشيتها منك ترى، يعني أنا أخذتها من موقعك، وهذه الصورة أنت نزلتها وأنا خلوها على الهواء يا شباب.
أنت تتحدث على أنه اللي في الجنوب هذه اللون الأسود منطقة، اللي في الشمال منطقة، الأصفر اليسار هذه منطقة، والمنطقة الكردية اللي فوق هذه منطقة. ليش تنزلت؟ إيش تقصد بها الخريطة؟ لا خلوها. أنا تكلمت أنه هذه المناطق اللي فيها اللون البرتقالي هذه مناطق صراع الآن وفيها مواجهات مسلحة. معقولة أنه هذه كلها المناطق البرتقالية دي خارج نطاق المالكي؟ الموصل، الموصل يسار يعني، ما هو كل الموصل هذه الموصل شمال. شوف الأنبار، فقط الأنبار مساحتها ثلث العراق. ماشي، هذا الشمال الشرقي. طيب معك. هذا واحد. عندك الموصل. الموصل مساحتها يعني أقول لك أكثر من ثلاث دول خليجية. هذا أيضا في الشمال قريبة على الأكراد يعني منطقة الكردية. تكريت اليوم أيضا لا أحد ينكر اليوم أنه تكريت خارج نطاق سيطرة المالكي. بس تكريت أنزلوا في 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 الجامعة إنزاليات اليوم قاعد وقاعدين الآن يحارف يعني ما هي محسوبة الأمور يعني مثل في معارك. أنا قاعد أقولك فيها معارك. فيها معارك يعني. بعدين أنت عمرك سمعت جيش ينزل يعمل إنزال عسكري على جامعة؟ شنو فيها الجامعة؟ الجامعة شنو فيها؟ فيها طلاب وفيها مدرسين وفيها قاعات دراسة. يعني شنو هالدعاية هاي؟ يعني أنت وين منزل يعني منزل إنزال على قوات عسكرية؟ نزل على جامعة. أكيد أنا بكرة أجيب لي اثنين أنزل على جامعة وأحتل الجامعة، شنو المشكلة يعني في هالأم؟ هذا مو قياس. لكن أنت الآن يعني بهذا الشكل اللي أنت تتحدث عنه، أليس كأنك تقول إنه العراق خلاص في طريقه إلى التقسيم؟ هل يعني بصراحة المشروع السني اللي قبل شوي إحنا نتحدث عنه قبل الفاصل، هل التقسيم من صالح السنة؟ لا هو التقسيم ليس من صالح أحد على الإطلاق. لكن لا، الأكراد يعني دولي عندهم وجهة نظر مختلفة. وأيضا ليس من صالحهم الأكراد، أيضا ليس من صالحهم التقسيم. لذلك الأكراد تجد يعني لو كان مو من صالحهم ما طالب بالاستفتاء وما قاعد تحرك البرزاني في الوقت ذا بيتحرك. شنو يمنع الأكراد من أن يعلنوا استقلال دولتهم؟ ها صار لهم 12 سنة. لأنه ليس من صالحهم الأكراد لحد الآن يعني يستلمون الأموال من الموازنة العراقية. هم يريدون السيطرة على كركوك، بعدها ربما سيعلنون استقلالهم، ربما هذا الأمر. لكن كركوك منطقة مختلطة وتحت وصاية الأمم المتحدة وصعب هذا الأمر. فالتقسيم ليس من مصلحة أحد. لكن لما تأتي اليوم للسني، شوف راح أقول لك شيء. في لما طرح الدستور العراقي للاستفتاء كان يتضمن من ضمن الفقرات الدستور هو نظام إقامة الأقاليم. طبعا السنة في ذلك الوقت رفض الدستور رفض كامل. ولما كنت تتكلم مع ابن الموصل أو ابن الأنبار في ذلك الوقت عن الإقليم يعني ممكن يأكلك من أمام، يعني ما يرضى بهذا الأمر، يعتبره كفر أنك تتكلم عن الإقليم. واليوم اليوم أبناء هذه المناطق مو بس إقليم، يقولك جيب لي للتقسيم، وصلني للتقسيم بس خلنا نخلص من المالكي. المالكي ونظام المالكي والظلم الذي حصل أوصل الناس إلى أن يختاروا أسوأ الاحتمالات وأسوأ القرارات في سبيل أن يحصلوا على حريته. يا أخي يعاملون كعبيد. طيب. شعب بأكمل يعامل كعبيد. عبد العزيز عطني الخريطة مرة ثانية. عبد العزيز أنا بسألك على هالخريطة. الجنوب أنت تعرض نفسك على أنه أنت قائد منظمة أو قائد حركة لتحرير الجنوب. يعني هل الجنوب محتل؟ يعني إحنا قاعدين نشوف الآن الجنوب، هل الجنوب محتل حتى تعلن التحرير؟ اليوم ثبت كلامنا بأن الجنوب محتل. ليش؟ احنا لما اطلقنا حركه تحرير الجنوب قالوا لماذا لم تطلق حركه تحرير العراق يعني حتى تكون مقبوله؟ لماذا لا؟ قلت لهم يا اخوان يا ناس، هناك فرق، هناك تدخل ايراني وهناك احتلال ايراني، وهناك فرق بين التدخل وبين الاحتلال. نحن كنا لدينا رؤيه بانه مناطق السنيه التي سيطر عليها المالكي هناك نفوذ ايراني فيها، تدخلات يعني تدخلات ايرانيه من خلال. طيب في العراق نفس الفكره. خلينا اصلها. هذه المناطق اليوم انتفضت، إذا التدخل ضعيف ممكن أن ينتهي بأي لحظة. لكن في جنوب العراق اليوم هناك احتلال إيراني. احتلال إيراني. طيب الاحتلال شنو يحتاج الاحتلال؟ وش يحتاج؟ يحتاج قوة عسكرية. موجودة القوة العسكرية موجودة. الإيرانية. موجودة في جنوب العراق اليوم 40 ميليشيا مدربة ومسلحة في إيران. العراقية ولا أهل إيران ولا إيرانية؟ لا عراقية وقيادات إيرانية وقيادات إيرانية. أبناء الجنوب يعرفون هذا الأمر. هذا أولاً. هذا إذا كنا نتكلم عن القوات العسكرية. طبعا نحن لا نريد أن نقول فيلق القدس والحرس الثوري، هذا موجود. نحن على الأقل نتكلم عن ميليشيات الآن. إذا كنا نتكلم عن القوى الاقتصادية، إيران اليوم سيطر على القوى الاقتصادية في جنوب العراق.
وإيران اليوم تسرق أموال. هذا كله نفوذ يا أستاذ عوض، ما هو احتلال يعني، ما تصل إلى درجة التوصيف القانوني لقضية الاحتلال. تتحدث على أنه حتى أنتم حركتكم حركة سلمية، يعني ما يعني حتى ما قومتوا بالسلاح، لأنه يظل أنه ليست احتلال. لا، نحن نعتبرها احتلال. نحن عندما نرى أنه ميليشيات إيرانية تجول في شوارع جنوب العراق، وعندما نرى إيران تسيطر على القرار السياسي في جنوب العراق، وعندما نرى أن إيران سيطر على المقدر، يعني تسيطر على المقدر الاقتصادي والسياسي والعسكري، هذا احتلال. يعني إيران اليوم لا تستطيع أن تسيطر على الوضع السياسي في المناطق السنية. لكن أنت ليش تقدم مشروعك على أنه بس بالجنوب؟ هذا يوحي بعزل الجنوب عن الشمال. ليش أنا أقول لك الخريطة مهمة؟ أنه حتى مشروعك في قضية إبعاد إيران مشروع أهل الجنوب، ما هو مشروع العراق. ما أنا قاعد أقول لك تحرير. إيه؟ أنا لما حرر الجنوب تلقائيا المناطق الثانية تحررت أصلا قبل مشروعنا. أنا أقول وهل يمكن يكون قضية التحرير عن طريق المقاومة المسلحة؟ لا، شوف، المقاومة المسلحة لأي احتلال شرف. أي شخص يحمل السلاح لتحرير بلده من المحتل هذا شرف، ما حد ينكر عليه. لكن إحنا في رأينا الشخصي وفي اعتقادنا أنه في جنوب العراق نستطيع إخراج إيران حتى بدون سلاح بمقاومة سلمية، ولدينا تجارب في هذا الأمر. وش سويت مقاطعة بس أو اقتصادية؟ أولا يعني المقاطعة اللي عملناها، شوف، أنا شخصيا رحت لغرفة تجارة البصرة وسألتهم عن نسبة البضائع الإيرانية الموجودة في جنوب العراق وفي البصرة تحديدا في عام 2007 و 2008، وجدنا أنه 95% من البضائع الإيرانية الموجودة في جنوب العراق بضائع إيرانية. أطلقنا الحملة، وحملة ما كانت سهلة، حملة صعبة، وتعرضنا إلى مصاعب كثيرة جدا فيها وإغراءات ويعني حملات كبيرة، وأطلقناها الحملة ونجحت الحملة. بعدها ذهبنا إلى نفس المصدر وسألناه كم نسبة البضائع الإيرانية اليوم، قال نسبة البضائع الإيرانية اليوم 35%. طيب، هذا بس خلينا أكمل لك هذا الشيء. إيران احتلت منطقة في العمارة بإرفك النفطي. المالكي يعني حاول يتجاهل الموضوع، قوات الأمن تجاهلت الموضوع، الأمريكان في ذلك الوقت تجاهل الموضوع، حركتنا وبالتعاون مع الحركات الأخرى ما تجاهلنا هذا الموضوع، وبممارسات سلمية ما حملنا السلاح، ذهبنا أمام القنصلية الإيرانية وعملنا اعتصام ووقفنا وجبنا الرأي العام وعملناها قضية وأجبرنا الحكومة على أن تتفاوض مع إيران وتخرج القوات الإيرانية من أبارفك. فما دام لدينا تجربة بأنه إيران اليوم، إيران أضرب عليها 10 صواريخ ما تهتم، بالعكس استفاد، لكن واجهها إعلاميا تخاف، إيران تخاف من الإعلام. بس أنت صحيح أنه تصرحت أنه إيران أخطر من إسرائيل؟ إيران أخطر مشروع في المنطقة الآن. أخطر من اسم مشروع إسرائيل؟ يا أخي، إسرائيل صار لها 70 سنة ما تمددت بالضفة ما وصلت، والغزة ما وصلت. يعني أطماعها هذه محدودة وهذه أطماعها غير محدودة؟ حتى إسرائيل أعلنت أطماعها لمناطق معينة. إيران مشروع، وأعلنت إيران مشروعها وأطماعها إلى مناطق أكبر. مع العلم لما نجي اليوم لتعامل، يعني أنا ما أرد أوصف أمدح بإسرائيل أو أمجدها، لكن أقول لك هذا شر وهذا شر، لكن هذا شر كبير جدا. اليوم أنت كشخص لما تضع نفسك أمام مقاومة جهتين وتقع أسير، شو تتمنى؟ تقع أسير أمام الإيرانيين أم أمام إسرائيل؟ على الأقل الإسرائيلي عنده حقوق الإنسان ويتعامل معك بإنسانية. الإيراني إسرائيل تتعامل معك بإنسانية؟ نعم، تتعامل معك إسرائيل بإنسانية، أما إيران تتعامل معك بقطع الرؤوس وتبثيل الجثث وبدريلات. ومارسنا هذا الأمر حتى العراقيين في ذلك الوقت، وكان الجيش الأمريكي موجود، والجيش الأمريكي قسم منه إسرائيليين موجودين، يهود كانوا موجودين. كان المواطن العراقي يتمنى إذا يعتقل يعتقل لدى الأمريكان ولا يعتقل لدى الحكومة العراقية التي كانت تابعة لإيران. لأن يعني حقوق الإنسان هنا احترام حقوق الإنسان. هو مسجون، لكن على الأقل الأمريكان يتعاملون معه بإنسانية. أما الإيرانيين فكانوا شو يسوون؟ يجيب، شايف المثقاب؟ مثقاب هذا دريل يضعونه في رأس منه ويطلعونه من الجهة الثانية أو مع إيدينه أو شيء. يعني في قمة الوحشية كان التعامل. بسألك عن موضوع صرخي تحديدا، موضوع السستاني وهالأشياء اللي صارت في الجنوب. لكن استأذنك بفاصل أخير ثم أعود إليك. فاصل. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ عوض العبدان. أدخل بسرعة إلى المحور منك، ما معي وقت طويل. موضوع الصرخي، أنت كيف شايفك؟ يعني اختصر لنا الموضوع حق المرجع الصرخي. أنا يعني لا أريد أن أتكلم باسم الصرخي، لكن أنا راح أشرح لك اللي صار بالضبط. الصرخي رجل
مرجع من مراجع الشيعة، وطبعا الصراع بين مراجع الشيعة كبير جدا، ومعروف أنه كل مرجع يحاول قدر الإمكان أن يستحوذ على جمهور أكبر ومقلدين أكبر. إنه هو طرح مشروع أصرخي، طرح مشروع أنه السنة مضطهدين في العراق، وأنه المالكي ظالم، وأنه بشار ظالم، وطرح هذا المشروع وبدأ ينمو هذا المشروع لدى أعوانه. هذا الأمر لم يعجب المالكي، المالكي أرسل قوات عسكرية عليه، أنصار الصرخي تصدوا لهم. لم يكن يتوقع المالكي أنه أنصار الصرخي بهذه القوة، فأحرقوا له السيارات والعجلات، وامتدت أنصار الصرخي امتدوا من البصرة إلى الديوانية إلى كربلاء إلى مناطق متفرقة من العراق، وهم يعني يرفعون يعني شعارات الانتقام للمالكي. طيب، أنا أريد أن أستعرض معك مجموعة من التغريدات اللي يكفي علينا الوقت. أعطونا يعني أعطونيها وراء بعض، أعطوني اثنتين ثلاث وراء بعض، لا تعطونيها واحدة واحدة. هل أصبح طائفيا بعد أن كان بعثيا؟ أعطوني اللي بعدها. ألا يخاف على نفسه من الاغتيال؟ من الذي قام باختطاف ابني، ومن هم الذين تفاوض معهم حتى يتم تسليمه؟ طيب، هذا الكلام كله في الحلقة، ما نشوف أنه طرح أستاذ عوض هو طرح طائفي، ما هو طرح وطني؟ أنت لا تتكلم باسم العراقيين، أنت تتكلم باسم السنة العراقيين فقط لمشروع سني وليس لمشروع عراقي، فأنت تتبنى الطائفية. صار ثلاث أرباع الحلقة نتكلم عن السنة، عن داعش والقاعدة. نعم. يعني اليوم إحنا طعنا بالسنة أكثر ما طعنا بالشيعة، يعني هذا طرح. لست طائفيا. هذا يعني واضح، يعني لو كنت طائفيا لدعمت القاعدة بكل توجهاتها، ولدعمت داعش بكل توقعات. طيب، كنت بعثيا في السابق؟ إطلاقا. لم تكن بعثيا؟ أبدا أبدا، هم يعرفون هذا الشيء، لأن أنا أولا يعني أصلا أنا كنت معارض منذ عام 1999 ولم أعود إلا عام 2003، ومعروف هذا الأمر. طيب، ما تخاف من نفسك أو على نفسك من الاغتيال أو تعرضت لمحاولات؟ تعرضنا إلى محاولات عديدة للاغتيال، ولا زال أهلنا يتعرضون إلى ضغوط، ومستمرين على هذا الخط مهما كلفنا الأمر. صحيح، اختطف ابنك؟ نعم، اختطف في جنوب العراق، في البصرة. اختطف ابني وأطلقنا سراحه، وكانت هناك شروط لإطلاق سراحه، ويعني أطلقنا. وعائلتك لا موجودة في الجنوب ولا موجودة؟ لا، أخرجناها خارج البلد. خارج البلد. نعم. طيب، سؤالي الأخير، يعني في عهد صدام كان الأهل الجنوب يتحدثون عنهم يعانون من التهميش في ذلك الوقت. البعض الآخر في وجهة نظر عراقية تقول أنه لا والله، ترى حال الجنوب الحين أحسن من الحال اليوم كان صدام فيه. يعني ما أعرف شنو معنى تهميش، ما أعرف شنو معنى تهميش في جنوب العراق. يعني كان البعثي في جنوب العراق من وين جايبينه؟ من الرمادي مثلا أو من الموصل؟ ما كان البعثي ابن المدينة نفسه، هو كان ابن الناصرية أو ابن الكوت أو ابن الحلة أو ابن البصرة، هو كان البعثي نفسه، هو يعني مسؤول المنطقة كان نفسه، الشرطي كان نفسه، الجندي كان من الجنوب. يعني ما أعرف شنو معناها بهذا الأمر، لكن فقط أقول أنه يعني إذا كان هناك ظلم وقع على جنوب العراق، أكبر ظلم وقع على جنوب العراق في هذا العهد. شكرا لك أستاذ عوض العبدان، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن عوض العبدان أنه يقول داعش تصب في المشروع الإيراني. السلام عليكم.